الشريف أيوب هو اسم يعتبر مدرسة في قطاع الزراعة، اسم اتخرج من تحت إيده كتير من المهندسين الزراعيين والكفاءات والكوادر العلمية اللي ملت كل شركات مصر والقطاع الاستثماري بمجال الزراعة. النهاردة الحقيقة احنا بنلاقي ان دكتور شريف أيوب بعد رحلة عمل طويلة جدا في هذا القطاع الزراعي المصري بيقدم لنا نموذج رائد في شركة كفر الزيات. دكتور شريف المدير الإقليمي للدعم الفني والتسويق بمؤسسة كفر الزيات، هنكون معنا لينا لقاء النهاردة. مساء الخير دكتور. ازيك يا نيرمين؟ والحقيقه بصي احنا لما نيجي نتكلم على اللي انت بتقولي التطور واللي حصل في كيزد او كفر الزيات، اولا لازم اقول عشان برضو مهمه جدا انه لا ينسب هذا العمل الى فرد واحد، يعني بمعنى انا الحقيقه فرد من المجموعه، ودي مهمه جدا ان احنا لازم نفهم ان دايما فريق العمل مهم ان احنا نتعاون و نشد القطرة إلى قدام. طيب الحقيقة بالأمانة يعني أنه أول ما جيت من مع كفر الزيات أنا كنت ورايا حوالي 35 سنة خبرة في المالتي ناشونال، والحمد لله الحقيقة كانت مدرسة سنجنتا، الحقيقة يعني دي أحسن شركة في العالم وده الأرقام بتثبت كده، والحقيقة دي مدرسة حقيقي، هي مش خرجتني بس، ده خرجت ناس كتيرة جداً، وانا بعمل زي اللي هم خرجوني، فالعمليه دايره وساقيه وفي يعني اوتكمز. طيب احنا الحقيقه في كفر الزيات صرح وطني كبير من 57، فبالتالي هو اول شركه لانتاج و يعني تجهيز المبيدات، وبعدين ادخلت بعد كده الاسمده والكبريت والزيوت، ثم كمان تطورت إلى إن هي تكون عندها منطقة حرة لتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، ثم كمان في 2005 انشأت صرح كبير جدا للمنتجات الحيوية. يعني الحقيقة هي اوريدي فيها نشاط. أنا لما جيت الحقيقة المانجمنت اتكلمنا قلنا ان احنا عاوزين بقى نعمل تطور مع بعض، وحطينا استراتيجي واضحه، يعني حطينا اربع اعمده رئيسيه اللي هم مجال اعمالنا، واتفقنا ان احنا نعمل ايه وازاي، والحمد لله ان هو ابتدينا بادخال مركبات حديثه، سيبنا المركبات اللي هي التقليديه اتفقنا او اللي هي بيسموها تراديشنال، ودي هي بتطلع مع نفسها، ولكن ابتدينا بقى نعمل ايه؟ اتفاقيات مع كيانات كبيرة، كورتيفا وسنجنتا وبراند وحاجات كتيرة جدا الحقيقة، يعني يمكن مخي مش جايب كتير دلوقتي، ولكن ابتدينا ليه؟ لان دايما عندنا دايما يعني بليف ان انت اما تكون جنب الراجل الخبرة والامكانيات الكبيرة انت بتستفيد منه، فابتدينا نعمل هذا الكلام، والحقيقة الحمد لله زي ما أنا شرحت إحنا آخر ثلاث سنين، يعني دي بتقول إيه؟ بتقول حتى قبلية كان الناس شغالة، وابتدينا إن إحنا نطلق حوالي 28 مركب في الثلاث سنين، يعني لو قسمناهم هتلاقي بثمان مركبات في السنة، على فكرة ده كم كبير بالنسبة للناس. وبعدين بعد كده في البايب لاينز زي ما بنقول لغاية 25 و26 عندي 30 مركب، يعني يبقى 10، يعني بنزداد. انا لو عايز اقول ان المنتج المصري ده طبعا صنع في مصر، ده هدف كل مستثمر وكل عامل في قطاع الزراعه انه يحفر اسم صنع في مصر على كل منتجاته والحلول الزراعيه المتكامله. ازاي نقدر نقول ان كفر زياد بتقدم حلول زراعيه متكامله صنعت في مصر وذات جوده عالميه ومحليه لا تنسى؟ طب انا هقول لك حاجه، انا يعني هديكي، انا ذكرت ان احنا بنشتغل مع كيانات كبيره، ابتدينا دلوقتي الحقيقه عشان أدخل تكنولوجي وحاجات كويسة جديدة حتى في التصنيع وطريقة التصنيع وطريقة اللي هو بيسموها الـ 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 العوامل الأمان للبني آدم وللبيئة، فبالتالي ابتدينا نعمل الشراكات، والشراكات دي الحقيقة بالخبرة اللي موجودة عندنا ابتدينا نعمل إيه؟ إنه بدل المركب ما يجي من بره غالي، فإحنا دلوقتي بقينا ناخد منهم سواء المادة الفعالة أو اللي هي الكمية، أيوة مثلاً 400 كيلو
ونعملها بقى زي ما احنا عاوزين. عايزين نعرف التصدير في شركة كفر الزيات، وازاي المنتج المصري الصنع في مصر من كفر الزيات يغزو الأسواق العالمية، وإيه الأسواق المستهدفة؟ بصي احنا يعني فعلا السنة دي هو سنة الكيزي باك. احنا حتى عندنا شركة من الشركات الشقيقة اللي احنا بنقول عليها. يعني ايه كيزي باك؟ يعني كفر الزيات او كي زد انترناشونال بيستايد اند كيميكال، دي مخصوصة للتصدير. احنا بنخدم حوالي 13 بلد افريقيا والشرق الاوسط. السنة دي عملنا فوكسنج جامد جدا بان احنا بندرس كل بلد على حدة، وابتدينا ان احنا نشوف متطلبات البلد دي، ندرس الاسواق ثم ايه اللي موجود عندنا، عشان الحقيقة ان شاء الله في حدود من 3-5 سنين هتلاقي طفرة كبيرة، وهنقعد مع بعض هنا ويمكن نحتفل بهذا الكلام، لان احنا بنعمل، انا مش عاوز اقول الفاليو اللي احنا بنعملها دلوقتي، ولكن ان شاء الله هنضربها في 3 و4 كمان. انا اتمنى كل التوفيق لشركة كفر الزيات، والحقيقة النهاردة هم قدموا نموذج حفاوة بكل شركاء نجاح على مدار تاريخ عمل شركة كفر الزيات، والحقيقة احنا بننتظر ان العوائد التصديرية لهذه المؤسسة العريقة وحلولنا الزراعية المتكاملة تتواجد في كل أسواق العالم، وده الهدف الرئيسي للاقتصاد المصري خصوصا في المرحلة الجاية وهي مرحلة حساسة عالميا. ونشكر الدكتور شريف أيوب المدير الإقليمي للتطوير والدعم الفني والتسويق بشركة كفر الزيات.